سلام الناس، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الناس غنطيب السفه بالكسكسو. قلت علاش انا مشتركه معكم. اول حاجه الناس كنحتاجوا فيها سميد غليظ. المهم تبي تشوفي شحال باغي تاخدي، واش نص كيلو ولا كيلو. المهم انا خديت البنات نص كيلو، والبنات الزيت الرومي ماشي الزيت البلدي باش نسمدوها فيه. مادة دابا غادي نخويو السميد، خويتها انا في بانيو. شوفوا شوفوا نتوما فين كتسمدوها، ونضيف عليها البنات الزيت الرومي ها هي باش نسمدها فيها. نبدا السميد نسمدو بحال هكذا حتى يتجانسو لينا. بما نسمدها وفرجها لكم، بعد ما البنات سمدتها دابا غنديرها بالكسكاس. غندير عندي هنا الكسكاس باش الناس ما يطيحش ليا فيه. عرفتي الناس هاكا تجي واعرة. البنات بعد ما البنات درناها في الكسكاس دابا درناها على نار مهيله. خلوها البنات على نار مهيله تطيب عليها، ومن يطيب غنرجع معكم. بعد ما البنات فرت الفوره الاولى، دابا الفوره الثانيه غندير فيها البنات الكوك. بعد هاد البنات غادي نبرد اول حاجه، كنبرد فيها دابا كنبرد فيها البنات. غندير عندها 3 درهم ديال الكوك على حساب السميد اللي درتو. كانت الكميه ديال السميد كبيره غديرو حتى الكوك بزاف. عندها 3 درهم ديال الكوك. وغندير البنات العنب كارم رقدتو في الماء. دابا غندير نخلط البنات هادشي. والبنات انا غادي غنستعمل البنات سليم. راه البنات عرفتي راه كيعلك، عرفتي كيخلي كتجي واعره وهشيشه البنات. في عوض البنات غتستعملي نيسلي اولا نيدو، استعملي غير سليم. انا البنات خديت نص سيطره. الا كانت كيف ما قلت لكم، الا كانت الكميه كبيره راه غديري سليم بزاف. عرفتي حتى الناس راه كتجي واعره، خاصه بهاد سليم كتجي واعره احسن من نيدو. وما كتحماطش البنات، حيت نيسلي يقدر الا باتت عندك تحماض، ولكن سالم البنات كيخليها كيف ما هي. غير ديرها البنات غير في الثلاجه وتخليها حتى البنات بحال يلاه نطيبها. نبقى دابا نبقاو البنات الكسكسو حتى تبرد. حتى تبدا البنات ديك الساعه غادي نرميو. كما قلت لكم البنات قبيله على حساب الكسكس خاصكم تدوروا عليه الميكاد باش تحطوا لي ديك اللي دايرين فيها السميد. بعد ما البنات بردنا دابا حطيناها فوق النار. درتها عفوا في الكسكس حطيتها فوق النار. صافي البنات بعد ما غادي تطيب غنرجع معاكم. بعدنا البنات فارت الفوره الثانيه خويتها من الكسكس. دابا شنو كندير البنات في الفوره الثالثه؟ كندير فيها البنات سليم حيت كنا غادي نبقاو نديرو فيه، والبنات غندير شويه قبزه ديال الملح. دابا البنات غادي نبقاو ندير في سليم. نبقى البنات دابا ندير في سليم. البنات السفرة كندير فيها 4 فورات.
حتى تبرد الماء تبقى غادي نرميها. هانتوما الماء نزيد واحد شويه ديال الزهرين بعد ما البنات البنات دابا غنديرها في الكسكاس. انا البنات غنديرها في الكسكاس ورجع معايا. بعد ما البنات دابا درت الفوره الثالثه رميتها طيب غير طيب البنات الفوره الثالثه غادي نرجع معاها. دابا البنات هذه الفوره الاخرى درت فيها البنات السنيده والزبده. البنات دابا غادي معاك الزبده ماشي وسط الكسكسو باش تذوب البنات. باقا البنات سخونة من البنات غادي تبرد غادي نديرها البنات في الكسكاس وغنخليها طيب تفور ومن غادي تفور البنات غنرجع معاكم في الشكل النهائي ديالها. بعد ما البنات فارت لينا دابا البنات غندوزو للتزيين. عندي البنات درت هاد المول هو البنات ناخذ السفره عندها بنات بالطبقه بالطبقه. انا البنات دابا غادا بها بدات دابا الطبقه الثانيه البنات ما كملت الطبقات غادي نوريها لكم. بعد ما البنات سالت الطبقات حنا البنات جبتها في الطبسيل وانتما البنات عجبتها هذا الشكل. دابا البنات غندوزو للتزيين. البنات انا غندير غير سكر كراسي والقرفه البنات غندير القرفة. بعد ما البنات زينتها هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى البنات تعجبكم والاول مره غتشوف القناه ديالي ما ينساش الاشتراك فيها وشي كومونتير زوين الى عجبكم الفيديو.